التعليم الجيد. يمثل ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة ضرورة ملحة، حيث يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. وبتيسير الحصول على التعليم الشامل يمكن تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى. وقد تم إحراز تقدم جوهري تجاه زيادة إمكانية الحصول على التعليم بكل مراحله وزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات. وقد تحسنت بقدر هائل مهارات القراءة والكتابة، إلا أن هناك ثمة حاجة إلى بذل جهود أكثر جسارة كفيلة بتحقيق قفزات في إنجاز الأهداف العالمية المحددة للتعليم. أصبح التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان، بل من المسلمات اللي يعزز فيها الإنسان كرامته. أنا أرى أن التعليم ليس فقط هدف من أهداف خطة التنمية، بل هو الانطلاقة لخطة التنمية العالمية والمحلية، هو الأساس، وبدونه لا يمكن الحديث عن أي خطة للتنمية في العالم. العالم اتفق على أن يكون التعليم من الأهداف الأولوية المقدمة على باقي الأهداف 17 الخاصة بالتنمية المستدامة، ما بعد القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة يأتي هدف التعليم. بمعنى آخر، يا إنسان متى ما ضمنت قوت يومك وأنت بصحة وعافية، عليك أن تنتبه للتعليم لسبب رئيسي، أن هذا التعليم هو الذي يعني من خلاله يتم التصدي لتحديات العالم ومشاكلها الحالية والمستقبلية. التعليم يجب أن يحظى على اهتمام الجميع في المجتمعات، مسؤولين وغير ذلك، وبدون الشراكات المجتمعية مع الجهات الرسمية وغير الرسمية من الصعوبة بمكان أن نحقق تعليم ذو جودة عالية يستطيع من خلال الإنسان أن يكون بناء في مجتمعه. نحن لا نتكلم عن تعليم فقط متعلق باكتساب معارف ومهارات، نتكلم عن تعليم ذو جودة عالية يحقق المهارات الأساسية المعرفية من كتابة وقراءة وحساب، بالإضافة إلى مهارات اجتماعية تمكن الإنسان من التفاعل والتعاطي، وأيضاً بمهارات التعلم على المدى البعيد وإلى مدى الحياة. هذه هي المكونات الأساسية اللي يسعى لها التعليم ذو جودة عالية في المجتمع. نلاحظ وجود أكثر من 265 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، يمثل منهم 22% بسن الالتحاق بالدراسة. وبالنسبة للملتحقين في المدارس نلاحظ افتقارهم إلى المهارات الأساسية في التعليم كالقراءة والحساب. وعلى الرغم من زيادة فرص الحصول على التعليم في كل المستويات وزيادة المعدلات الالتحاق بالمدارس وخاصة للمرأة والفتاة، إلا أن الحاجة لم تزل قائمة لجهود أكثر بتدخل تحقيق أهداف التعليم الشامل. ما زال ملايين الأطفال في المجتمعات الريفية يقعون في شراك عمل الأطفال، في حين أن متوسط معدل عدم الالتحاق بالمدارس في جميع أنحاء العالم يبلغ ضعف المعدل في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. ويرجع كذلك السبب الرئيسي لنقص التعليم الجيد إلى الافتقار للمدرسين المدربين تدريباً كافياً، فضلاً عن سوء أوضاع المدارس وقضايا العدالة المرتبطة بالفرص المتاحة للأطفال في المناطق الريفية. ولإتاحة التعليم الجيد لأطفال الأسر الفقيرة، لم تزل هناك حاجة إلى الاستثمار في المنح التعليمية وورش عمل تدريب المعلمين وبناء المدارس وتحسين إيصال خدمات الماء والكهرباء بالمدارس، كذلك بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع. التعليم صار يعني فيه خصوصية،
للي عندهم مشاكل صعوبات تعلم أو اللي عندهم مشاكل في مشاكل عقلية أو عندهم مشاكل نفسية، كل له ميدان أو مدارس خاصة فيه ترعى، واللي ما عندهم هالمشاكل يدمجونهم في المدارس. الدولة قاعدة تبذل جهد، وإحنا كجمعية نفع عام بتكلم لك حتى عن نفسنا، إحنا كمجتمع مدني أيضا إحنا قاعدين نساهم في إن إحنا بنحط إيدنا مع الدولة مع الوزارة للتعاون في سواء كان التعليم الخاص أو التعليم العام، وقاعدين نبذل هذه الجهود. وفكرنا يعني في عندنا مركز تقويم وتعليم الطفل بدأ في إنه يساعد اللي عندهم صعوبات تعلم. هذه الشراكة وهذا الاهتمام هتكون الرسالة الصحيحة والسليمة لباقي فئات المجتمع، سواء كانت جمعيات نفع عام أو قطاع خاص أو يعني المعنيين من الجهات الرسمية الحكومية، بأن التعليم يشكل حجر الأساس للتنمية البشرية التي هي حجر الأساس لأي خطة تنموية لها علاقة بتحقيق الاستدامة المنشودة. حرصنا على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلاد النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة الأقل بلدان أو الدول الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية الأخرى بحلول 2020. دولة الكويت شريكة مع دول العالم في مساعيها لتحقيق أهداف خطة التنمية بما فيها ذات الصلة بالتعليم، وعليها يجب أن يعني أن تطور مؤشراتها التربوية سواء كانت المحلية أو العالمية وفقا لما هو متعارف عليه ومتعامل به دوليا وعالميا. التعليم يقضي على كثير من المشاكل، يحقق كثير من أهداف خطة التنمية اللاحقة، ويكفي أنها تعزز من مكانة الإنسان ويعني تجعله يكون عنصر بناء في مجتمع. حقائق وأرقام حول التعليم الجيد. في الدول النامية بلغ عدد المسجلين في التعليم الابتدائي 90%، ولكن هناك 58 مليون طفل خارج المدارس. أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس يعيشون في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، يعيش في المناطق التي تعاني من النزاعات ما نسبته 50% من الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية ولم يلتحقوا بالمدارس. هناك 781 مليون من البالغين و126 مليون من الشباب غير ملمين بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وتزيد نسبة النساء منهم على 60%. التعليم الجيد أساس النهوض بالتنمية المستدامة.